هنصور دلوقتي فيلا داخل مشروع المنار 3. عمارة بتيجي عبارة عن 4 غرف وصالة على طابقين. الفيلا اللي أنا فيها ديت بتيجي نفس الفيلا اللي قدامنا ديت، بيجوا جنب بعض. يعني عندي هنا دي فيلا على الزاوية، الفيلا اللي أنا فيها، وبيجي بعديها 3 تانيين كلهم جنب بعض، كلهم ليهم الحديقة بتاعتها، الحديقة الخاصة بتاعتها. ده طبعا حمام السباحة بتاع المجمع، هو عبارة عن البلوك دوت شو، وكل دول فيلل المجمع. ده شكل الفيلل. الفيلا اللي هنصورها هي الجزء دوت كده، الطابقين دول، ودي اللي قدامي، اللي قدامي دي كده بالظبط، دي الحديقة اللي خاصة بالفيلا. خلينا نصورها للداخل. دي عند دس دي الصالة، وده هنا المطبخ. خلينا نبدا من عند المدخل افضل، ونشوف برضو الفيلا من الخارج، من المدخل عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. طبعا هو لسه تحت الانشاء. ده شكلها المدخل بتاع الفيلا، يعني الفيلا دي ده هيبقى المدخل بتاعها. عندي هنا ده المدخل، اول ما بدخل عندي فيه دولاب في المدخل، عندي في الطابق دوت صاله وفي غرفه، وعندي مطبخ وعندي حمام. خلينا نبدا الاول بالصاله. طبعا التدفئه بتاعتها ارضيه، وصلات التكييف كلها جاهزه، الصاله مساحتها كويسه، نيجي بعد كده عندي هنا دوت المطبخ. ده شكل دولاب المطبخ، طبعا لسه هيكمل، وفي مخرج على بره الحديقه. ممكن كمان الجزء دوت فيما بعد، الجزء ده كده يتقفل ازاز لحد الصاله كله، والحديقه بتاعتها قدامها على طول. بنيجي بعد كده عندي هنا دوت حمام. من التشطيبات اللي بتعجبني في المشاريع شركات الانشاء في وجهك، هي شركة المنار دي غرفة. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. اللي دخل مشروع المنار 2 هيحس التصميم هو هو نفس، يعني نفس الموضوع، السلالم، التشطيب، السيراميك، الارضيات، هي هي بالظبط. دي غرفة لغسالة الملابس، وممكن تستخدم كمخزن، مساحتها كويسة كبيرة. بتيجي دي غرفة، وبتيجي ماستر، بيجي معاها حمام الخاص بيها. عندي هنا ده مكان ممكن نستخدم نحط فيه دولاب. الغرفة كويسة تشيل طبعا اصل. نيجي بعد كده، خلينا دي الغرفة رقم 3. عندي هنا ده الحمام الخاص بيها، وهنا بقية الغرفة. بيجي معاها بلكونة. نطل على الحديقة وعلى المجمع من الداخل، وتشوف الجبال. الجزء ده ممكن نتحط فيه مثلا دولاب، وهنا السرير. وبنيجي بعد كده دي الغرفة الرابعة والأخيرة، يعتبر دي أكبر غرفة. ده هنا مكان الدولاب، كل ده والحمام الخاص بيها. انا عندي فوق 3 غرف كلهم ماستر، وهنا ده مكان للسرير. بيجي معاه شباك كبير برضه، نفس القصة، الشباك مطل على المجمع من الداخل، واقدر اشوف برضه مطل الجبال من فوق، من ورا المباني زي ما انتم شايفين. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو.
المساحة، الغرف، كل التفاصيل في صندوق وصف الفيديو على اليوتيوب.